رغبة في الاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة متجددة، قام فريق من خريجي كليات الهندسة بتطوير وتصنيع جهاز لشحن الأجهزة المختلفة بالطاقة الشمسية، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء. سعيا للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إيجاد بديل للكهرباء، قامت مجموعة من خريجي كليات الهندسة بتصنيع وتطوير شواحن تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الأجهزة المختلفة. اخترنا الطاقة الشمسية لأن هي أولا طاقة متجددة نظيفة، ثانيا مصر من أحسن البلاد اللي فيها طاقة شمسية على مستوى العالم. وللجهاز مميزات عدة. مميزات الجهاز بتلخص في 4 نقط. أول نقطة إن هو بيشتغل بالطاقة الشمسية السريعة، بمعنى إن هو بيشحن الموبايل في أقل من ساعتين. تاني نقطة إن هو في موبايل أبليكيشن بيبعت لك نوتيفيكيشن لو نسيته أو لو هو الباتري بتاعته قليلة. تالت حاجة إن هو مش محتاج أي كابلات، هو بيشحن أي موبايل وايرلس من غير كابلات. ورابع نقطة إن هو في بيلت إن باتري، فممكن تستخدمه يا إما في الشمس أو بالليل أو حتى جوه الأوضة بتاعتك. وقد سبق تصنيع الجهاز استطلاع رأي موسع لسؤال الناس عن المشاكل التي تواجههم في الباور بانكس الخاص بهم، وذلك حتى يتم تصميم الجهاز بالطريقة المثلى وبدون أي عيوب. احنا بدأنا بالفكرة بان احنا نزلنا سألنا الناس، فاحنا سألنا اكتر من 800 شخص من 12 دولة مختلفة ايه المشاكل اللي بتقابلك في شحن الأجهزة بتاعتك، ولو انت معاك باور بانك او باور بانك بيشتغل بالطاقة الشمسية ايه العيوب اللي فيه. وخدنا كل المشاكل دي وبدأنا نحلها ونحطها في المنتج بتاعنا. ومر الفريق بأكثر من مرحلة في تصنيع الجهاز. لما بدأنا نصمم الجهاز بدأنا الأول بإن احنا نرسم كل حل لقيناه لكل مشكلة، وبعد كده عملنا نموذج أولي بيبين شكل الجهاز هيبقى عامل إزاي، وبعد كده حولنا النموذج الأولي ده لفينيشت برودكت فيه كل الخصائص اللي احنا عايزينها. ويسعى الفريق إلى تطوير الجهاز ليتمكن من شحن اللابتوبس والكاميرات الاحترافية. احنا شغالين حاليا على تطوير الجهاز بتاعنا بان احنا نخليه يتعمل عن طريق بلوكس، كل بلوك ممكن يشحن جهاز مختلف زي اللابتوب، الكاميرات البروفيشنال او اي جهاز تاني. والجهاز ده ان شاء الله ناويين ان احنا نصدره بره مصر.